FM émission impossible مع برهان. 8:17 دقيقة تسمعوا في ميسيون امبوسيبل على FM أحلى راديو الحمد لله. حسب الكلام سي وجيه الزيدي حركة المرور وحركة التنقل تسترجع إن شاء الله نسقها الطبيعي بعد وقفة احتجاجية استمرت من 4 صباحا إلى 6 صباحا، ويبدو أنه من المنتظر أن تواصل على مدى أسبوع الوقفة الاحتجاجية هذه في انتظار التفاوض مع وزارة النقل اللي هو وزيد يكون موفق 100%. الوقفة الاحتجاجية هو ذراب مقنعان برا بركة، هي وقفة احتجاجية. يلا 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 مسج. لا سمح لي في برهان، ذراب مقنع. ثم توقف على العمل ولا ما ثماش الوقفة الاحتجاجية بالأربعة للستة؟ ثم توقف على العمل ولا ما ثماش؟ ثم ناس رجال ونساء خرجوا من الفجاري فهمتي، ماشي قاصد ربي باش يلقطوا الخبزه فهمتي نتاعهم، واللي هم من اضعف خلق الله في البلاد هذيا، وقاعدوا مطيشين ولا ما ثماش؟ وباش نقبلهم النهار فهمتي نتاعهم ما مشاوش، ثم ولا ما ثماش؟ المفترض لانه ما ثمش مسؤولين في البلاد. ثم كانت دقال لحناك هاوش، ثم كانت فشفيش دقال لحناك صحيح ما ثماش. لو كان ثم مسؤولين تعرف شو يعملوا؟ اول حاجه ساعد المنفذ يعاين به توقف العمل اللي راهو مثلا باش يبني عمل، وثانيا يتخذ الاجراءات القانونيه. اشنو الاجراءات القانونيه؟ زوج اجراءات. الاجراء الاولاني المتوقف على العمل يقع فصله فورا. حريه العمل نقابه يا زياد، ولكن لما يكون في القانون حريه العمل القانون في القانون. انا نحكي لك على عقوبات في مجال الشغل. ولكن استاذ زياد مش حاجه من عندي انا. استاذ زياد حسب النقابه والكتب عام النقابه وقع اعلام السلطات المعنيه وقع اعلام وزاره النقل. غير البقيه بتاع التحركات هذه صدرت عندها غير قانوني، عندها ايام غير قانوني. وحتى الاعلام اللي عملوه نهار الثلاثاء حتى اذا كان شعب اسبوع احتجاجيه يلزم 10 ايام. باه تفاصيل لا مش تفاصيل. خلينا نسمعوا لفوت رفيق يزينا بالفوضى. اوكي لنفوت رفيق مع شيماء على FM احلى راديو. 8:23 دقيقة ما زلتوا تسمعوا فينا في ميسيون امبوسيبل، ما زلتوا في كونغرس اللوردات تحديدا. بالخبر الموالي، الخبر الموالي يتعلق ب كلام قاعد يدور حول إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر. قراءات تخمينات وصلوا حتى البعض يتحدث عن أنه الرئيس بش يخرج يخطب الليلة. لا شيء رسمي، فقط بعض المؤشرات. من بين المؤشرات تتالي إيقافات في حق مترشحين يلموا في التزكيات بتهمة استعمال المال لجمع التزكيات. آخرهم أستاذ جامعي محترم سي جميل الحجري، هكا أستاذ جامعي بكلية الآداب منوبة، يقع إيقافه من أجل الحكاية هذه. برشا حديث استند أساسا للانتقاد الكبير اللي وجهه رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي اللي هو عامله ولتطبيقاته الحالية، كما يثبته الميدان وكما تثبته التجربة أنه التزكيات هذه فتحت الباب واسع أمام عملية إفساد سياسي للذمم العامة من خلال اشتراء التزكيات. الرئيس ما بدلش القانون رغم دعاء السيدة نجلة بودن لتغيير القانون هذايا. فهم على أساس أنه ربح للوقت سيتم الاستناد فيه من أجل تأجيل الانتخابات التشريعية وفسح المجال أمام قانون انتخابي جديد. هل ستؤجل الانتخابات التشريعية حسب رأيكم أم هذا كله يبقى تخمينات غير واقعية؟ نبدأ بيك 007. اي نورمال ما تعطينا الخبر الصحيح على انت بعد هذا الكل اليوم عندك 007 اخر مش عطيك معلومه اخرى. اي تفضل لي اخويا ابدا انت ترى لا اخويا انت صديق تكنولوجيا. ابدا انت في علاقه باستاذنا سي جميل الحجري وهو تقدمي انسان محترم حتى يقولوا انه قريب معناه من انصار رئيس الجمهوريه من راسخه من انصار 25 جويلية، واستاذ محترم جدا وعنده ميولات قوميه وتصدى للتطبيع في كليه الاداب منوبه في جامعه الجغرافيين اللي وقتها المؤتمر هذاك. ايش صار السي جميل الحجري سي برهان؟ فما زوز وليدات مشوا سمعوا اللي فما بائع دجاج اللي يجي زكي يعطيه 20 دينار 10 تسبقه و10 بعد ما يزكي. إلا شكون اللي فات؟ شكون بيع الدجاج هذا؟ هو مترشح بيع الدجاج؟ لا، اللي فات سي جميل الحجري. ويعرف سي جميل الحجري بيع الدجاج هذا؟ يعرف. مشوا زوز ولاد ذوكا صوروا العملية. أيوة وهزوها للأمن. وجاء الأمن.
وفي رواية الحومة غادي في أهالي تاكلسة يقول لك مدبر العملية لأنه سي جمال الحجري تقدم إنسان محترم وكذا. لهنا يا برهان يطرح لنا السؤال، نقولوا أغلبية الوطنيين الصادقين من جماعة الرئيس عجزوا عن إيجاد 400 تزكي. هكا معلوماتك هذا؟ أنا كي نقول لك سي النفطي حولة، المناضل النفطي حولة، وما دراك من النفطي حولة، عنده 40 سنة ناضل في التعليم، في وقت بن علي، في كذا، ما فماش احتجاج في تونس. ما أنا عندي 20 عام دخلت الدومين هذا، النفطي حولة عندي معناتها كعرفته هو رجل كبير. التو عمك النفطي، عمك النفطي حيل باش يلم 400 تزكية، ما لمش ما لم لطفي مرابط، معناتها نسم نضيف برشا، معناتها تقدمي اليوم لقي صعوبة. أمل الهمامي، بن سي عبد الرزاق الهمامي، فما ناس ما لا نفهم نجيب، وهذا بعض خصوم الرئيس يقولوا أنه الرئيس جايته تقارير أنه أنصاره عجزوا أنه يلموا التزكيات، فيبدو ولا يخمم في إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية. هاو علاش أنا بديت لك بالدخلة هذه؟ هذا اللي فهمته أنا. ما هي فلسفة 25 جويلية؟ علاش قلنا البرلمان هذا فقد المشروعية بتاعه؟ فلسفة 25 جويلية هي تنقيت المناخ، يلزم الديمقراطية تكون ديمقراطية نزيهة ونظيفة. أوكي. والديمقراطية هي برلمان المنتخب يعبر حقيقة عن إرادة الشعب. اللي حاصل توا شنو؟ اللي حاصل توا شنو؟ راهو بياعة الخمر خلصة، تجار مخدرات لمدوا ألف تزكية ومشوا قدموا ترشحهم. نحن عملنا معناتها المواطنين كانوا سعداء ب 25 جويلية لنزاهة العملية الانتخابية، لنزاهة الديمقراطية. معناها نجيب تزيري نشم من كلامك أنك أنت تميل لإمكانية أنه رئيس يأجل، ندعو لرئيس السيد رئيس الجمهورية، ندعو كنحب الديمقراطية نظيفة، الديمقراطية تعبر على إرادة حقيقية للشعب التونسي تطوره، يبدل القانون الانتخابي. اي معش معناها بدل القانون الانتخابي ويأجل المشكل. اخي الانتخابات شنو هي؟ الانتخابات ليس هدف، هي وسيله حق التجارب. الانتخابات هي وسيله، واحنا هنا انا قاعدين كما تقول، انا قاعدين ما يسبرونا على هذا الشيء لان مساله مصيريه. الانتخابات ضغوطات اقتصاديه وضغوطات. الانتخابات وسيله لتسير دواليب الدوله تسير حسن. ما عندها مش هاي نعمل انتخابات حكام ونجيبوه فاسدين وبحلوه وبرلمان. ما خممتش في الشيء هذاك، عملت القانون الانتخابي وحدك تعمل فيه وفي الاخر تقول لا راني توا غلطت اني باش ناجل؟ لا مش وحدك تعمل فيه. القانون الانتخابي لا القانون الانتخابي على اثر الاستشاره الوطنيه. مالا الشعب غلط؟ مالا الشعب غلط؟ مالا الاستشاره غلطت كي جاب القانون الانتخابي فيه الثغرات هذه؟ يا نبنوا دوله فيها ديمقراطيه حقيقيه مش زائفه. يا تجينا الرمل. يا نجيب سامحني، راهو القانون الانتخابي اللي يفتح المجال لحكايه تحكي فيها انت. راهو انت معناها الرئيس عامله وحده، راهو ما عملتوش المعارضه نحسنوا فيه مال عكر في الغرف المظلمه. نحسنوا فيه، والمشكل سيد رئيس الجمهوريه القانون الانتخابي هذا باش يحل باب الفساد والافساد وشراء الذمم، وتدعو الرئيس لتاجيل الانتخاب. الرجاء منك تعديل القانون الانتخابي وتاجيل الانتخابات. واضح هيها، فما يبدو فما طرح بالجد، فما تمل، فما واحد ذكري بتاعش متاع اللي قالوا نجيب. اولا سيد الرئيس نفكك شفره ما قالوا نجيب. سيد الرئيس امورنا ما تعجبش، هذا منصار رئيس يخاطبوا في الرئيس، انصارنا ينجموا ما يتعديوش، راهو فما جماعه اخرين قاعدين يتعديو. القانون اللي انت عملته نحيته، معناه انت سيد الرئيس قاعد تسجل فيه اهداف ضد برماك. سامحني في هذا ايش قاعدين يقولوا انصار الرئيس للرئيس، هذا ايش قاعدين يقولوا انصار الرئيس. فما طرف حسب معلوماتي تك عليه رئيس الجمهوريه في التوجه القانوني نتاعو، واللي طمئنوا حول حتى امكانيه انه الناس اللي قراب له تتعدى. شكون الطرف هذا؟ الطرف هذا هو اللي زي. انت هكا معلوماتك هذه المعلومات انه اللي زي طمنته قتل وراه فماش تضييقات، مش مشكله نعديوها. على تتذكر احنا قلنا من يستشير الرئيس على المستوى القانوني وهو رجل قانون، شنو الفريق نتاعو؟ نعرفوا اللي اليوم الناس المقربين عليه اللي خدموا معاه حتى فتره الاستفتاء، حتى نقولوا احنا الاول جوية بعدوا عليه. صدق بالعيد، امين محفوظ شهد مع ناس معارضه، هذا ما نجمش نعطيك المعلومه. قلنا معشكور في سوسه، لا ولا لا. حتى محمد صلاح بن عيسى اللي بقى في دور بعد شوي على رئيس الجمهوريه، لانه حسوا انه كل ما نصحه به لم يقوم به، وانه رئيس مش ديمقراطي في الواقع. دونك اليوم متكي على اللي زي وعلى سي بوعسكر. سي فاروق هو اللي اعطاه نصيحه انه القانون سي فاروق بوعسكر
تانا وطمان راهو قانون خلي خلي هكاك ما تبدل حتى شيء. واللي هو في الاخر هي نصيحه مش بطاله معنى علاش يعني ديما نقولوا الاستقرار في القانون خير من التبديل. بدل ورجع وبدل ورجع اللي ساريس كما قلنا تو انا ولينا نسمعوا في دعوات ونجيبها واضح ولينا في الفوضى وانه يتم تاجيل الانتخابات التشريعيه. حسب رايك لا يتم تاجيلها؟ انا حسب رايي لا، لانه حسب ما نعرف ليزي حطت الماكينه بدات تخدم انطلقت الماكينه وتكون بصراحه حتى تجاه الراي العام الداخلي والخارجي. يا سيدي الخارجي ننساوها احنا معنا في سعود شاهق وكل نرتفعوا على الامم الاخرى اما حتى في الراي العام الداخلي تولي تفليكه معنا نوليو نزيدوا على الضبابيه فوضى وانعدام. ما كل يد الحديديه وين يعد اليد الحديديه؟ اليد الحديديه كان تولي ايدي مرتعشه. عملنا وجملة الاخبار مع انيسه مكشاح التي وصلت يعني للتو للراديو بعد رحلة معاناة مع وسائل النقل. يلا يا نيسا خطيهم وسائل النقل راه لا لا بجد هما عاملين إضراب ولا وقفة بساعتين هذايا إضراب دومي تاريف عملتو هنا بساعة نحكيو فيه في اللغة. يلا مرحبا الثمانية وستة وثلاثين دقيقة نحكيو على التزكيات. توا نجيب يقول لي في أسماء معروفة فشلت أنها تلم تزكيات سورتو من أنصار رئيس الجمهورية. ما نعرفوش سي إبراهيم لم بودربالة تزكيات ولا إن شاء الله لحد الآن مازال ما إن شاء الله. يا أخي اليوم آخر أجل اليوم آخر أجل يعني اللي ما يحطش اليوم دوسيه ما عادش ينجم يترشح انتخابات. مشاكل كبيرة يبدو زياد. شوف ما بني على باطل فهو باطل. نحن اليوم نعيشه في النتائج نتاع عمل انقلابي على المؤسسات نتاع الدولة. وكيف ضحك في المؤسسات راه مقصودش الاشخاص يعني الهياكل الشرعية نتاع الدولة اللي هي ممكن تصنع التغيير واللي ممكن تجيب الاصلاح. وقلنا انترات الانتخابات هذه بالمقاييس هذه تدخلها كل الماكينات اللي مستانسة بالواحد وسكيل باري. اليوم نجيب اذا كان نشوفه على القائمة هكا نتاع الواحد مقسمة ما بين ماكينة التجمع وغواصات التجمع القديمة وغواصات الإسلام السياسي والنهضة هكا هذوما هما اللي نشحوا في أنهم يلموا التزكيات كما كان متوقعا وشوية رجال أعمال لكن محسوبين. ولكن برهان زاد فما معطى مهم جدا يعني نحن كي قلنا راه القانون هذايا بشخص الشباب والمرأة رانا ما كناش نكذبوا اليوم فما كان تقريبا يعني كارثي العدد كارثة. قداش 11% يذول اللي من 70 تقريبا 70 مرأة فقط حتى الآن مقدمين ترشحهم في ضغوطات. والله انا عندي زاد عندي صديقه يعني ترشحت والكل تحكي لي على الضغوطات اللي قاعده تصير على النساء في الـ في الـ في المناطق الداخليه يعني شيء كبير وهذا قلناه ونددنا به من الاول رغم توا سي غفران المفارقه باش تكون هو انه عدد النساء في البرلمان في برلمانات 2011 و2014 و2019 وصل 30% بفضل قوانين التناصف اللي صوتت عليها النهضه بالضبط وباش تتنحى التناصف اللي يوصل المرأة تمثل ثلث البرلمان بما سمي بعدو النهضة واللي باش يقلب الطاولة عنا هذه مفارقات تاريخية. رغم ذلك التناصف موجود وبقوة في البرنامج هذا والدليل حضور الجميلة ريج الحمروني في الفري فود لانفو. ونشوف فيه التناصف يعني سامحني اريج ونشوف فيه يعني ما شاء الله يعني على اربع رجال فما زوز نجيب نصير المرأة نجيب نصير المرأة بركسي غفران مراد نصير المرأة زياد عدو الحركة النقبية هذا تناصف تسمى ولا يلا اريج. صباح الخير. الخبر اللي دار برشا في الويكاند اللي تحكي عليه هو فرض صربيا التأشيرة لدخول تونسيين لأراضيها. صحيح من الغلط في الحكاية هذه يجينا من تغريدة لوزارة العدل والأمن السويسرية اللي هبطت نهار السبت على الكونت تويتر الأوفيسيال متاحهم اللي أكدت فيها أنه في إطار الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق البلقان قررت صربيا فرض تأشيرات دخول لمواطني تونس بداية من 20 نوفمبر المقبل. دونك أي صربيا تفرض تأشيرة على دخول تونسيين أبرتير من 20 نوفمبر المقبل والخبر هذه صحيح كما دار بالضبط في المواقع التواصل الاجتماعي. وماذا بيا مان غفران خاطر غفران اريج زاد كيف اريج اساسا في الفري فود لانفو قاعده تدور اشاعه اخرى حول نوايا تركيا في الموضوع هذا باعتبار ان تركيا زاد هي التابعة للريزو هذايا نتاع الحرق الجديد في اتجاه الاتحاد الاوروبي. كانت تتاكد ان هل فما نيه للسلطات التركيه وقتها عاد يكون تسكر علينا اخر قفل في الاغفال في العالم وانا قعدنا لهنا والفيزاوات تقريبا تولي مفروضه على معظم
العواصم معناها العالمية مفروضة على التوانسة في التنقل. ايش رايك زياد في قصة الصربية هذه؟ كان متوقع ذلك؟ شوفوا في المتوقع، لأنه تحب ولا تكره نحن اليوم المنصات نتاع التصدير الهجرة في غير الشرعية الشمال المتوسط. أيوة. ونحن اليوم رانا في دولة موصومة بالإرهاب أو بتصدير الإرهابيين، تحب ولا تكره. إذا ما تتوقعش عكس هذا في التعامل معنا. وحاجة أخرى، أنت عندك في الدبلوماسية فأنت مشلولة، نحن عندنا دبلوماسية فأنت مشلولة. نحن انت في الدول اللي عندك اصل معها فهمتني علاقات وعندك معها مصالح كبيره في الدنيا كبيره، ما عندكش فيها سفراء. شوف ايش قاعد واقع فهمتني توا في في, في في ايطاليا. ايطاليا وما ادراك ما ايطاليا والمشاكل اللي عندنا في علاقه بايطاليا، لا عندنا سفير لا عندنا ما همش هنا. ما نجيبش ما همش هنا. رئيس لي الحكايه قالوا لي 40 منصب فارغ حتى لتوا بين سفراء وقناصل. اش فما يعني الحركة الدرجة هذه بطيئة الخارجية، شنو الحكاية؟ المسألة مش في الزربة، في التأني السلام وفي العجلة الندم. يلزم يكون رجل مناسب في المكان المناسب. الواجه هو في التأني السلام على الحرقة برهان ومريم وعزيز في بالك ولاية تطاوين ولاية تطاوين في الثلاثة شهور الأخرانيين إيش يمشوا لصربيا 4000 شاب من أهالينا في تطاوين مشوا لصربيا كحرقة. ما انت راهو كيسكروا علينا تو اذا كان ولد بالفيزا لهنا وتركيا باش تولي بالفيزا لهنا البحر باش يولي باش يولي البحر. وخلي نكونوا سلبيين، احنا سلبيين سلبيين هي اليوم كله انا ايجابي. علاش سلبيين؟ لا لا باش نعطيك المعلومه تو تفهم معلش. الوضعيه باش تزيد تتازم خصوصا من الجانب الفرنسي بعد ان في ديفير جريمه فريمون زعزعت الفرنسيين. بنيه عمرها 12 سنه تم قتلها بصفه وحشيه من طرف في باريس في فرنسا باريس ولا اي من طرف فرنسيه من طرف جزائريه ما عندهاش اوراقها دونك كلونديستين اسمها ذهبيه كذا. دونك البارح ولت البارح كله النقاش النقاش الاعلامي والسياسي الكل كل حول لولا والدفينه نتاعها اليوم. هذه امراه دخلت بصفه غير نظاميه، فما اكل اذن نتاع تطريدها وترجيحها لبلادها وما تنفذش. دونك توا نقاش حمله كبيره طرد لنا العباد ندر شنو البارح البارح حتى كل وسائل الاعلام الفرنسويه ما حكيت وحكيت كان عليها زيد مراد زيد القاضي اللي تم قتلها زيد من قبل واحد هو تحل. والبارح والبارح في مارسيليا تم اغتصاب كيف كيف من طرف واحد مهاجر مهاجر مغاربي من غير اوراق. هو المسألة هذه راهي معقدة سياستنا تو زياد يقول المسألة معقدة لأنه سياستنا من وقت بيجي قايد سبسي كان يقول لك هذيك ورقة ضغط. خويا تحب تطرد لنا أنت مهاجرين غير شرعيين تحب احنا نستقبلهم عطيني فلوس. واضح فرنسا قالت لك لا يلا حالة مع الجزائر والمغرب ديديكاس 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 نخفوا بها الجو خلي نخفوا من ألمانيا. لكن يسرى الشندرلي يعني تونسية مقيمة في ألمانيا بوراقها من المهندسين اللي نوروا التوانسة تحب تسلم على بوها سي سلومة سلومة اللي يحب الكلوب أفريكان خطر لعب وهو صغير مع الكلوب. بوها تسلم برشا على بوها تسلم على أمها وتقول لهم نحبكم برشا من ألمانيا توجه لهم التحية تسمع فينا الصباح وتسلم عليكم الناس الكل. يلا هذه إيميسيون امبوسيبل تسمعوا فيها على EFM أحلى راديو مباشرة لدوسيد الكرام مع غفران بنوس. نبدأ بأول خبر. رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري السيد نوري اللجمي كان حضر نهار السبت في برنامج عنا أجندة للمتميز والصديق العزيز مراد الزغيدي اللي قدم برشا يعني قال برشا تصريحات وقال إنه فرحان برشا إنه نسمة اليوم رجعت المكانة متاحة وإنها قطعت في الخدمة مع الأحزاب السياسية. كما قال إنه تعيين رئيس التلفزة من طرف السلطة التنفيذية يمس من المصداقية متاحة وقالوا إن هيك لاحظت انه التلفزة الوطنية ما احترمتش التعددية في فترة الاستفتاء وما توفرتش الفرصة لبقية الآراء. كما قال انه طلب من رئاسة الحكومة انها تقبل الحديث مع الإعلام التونسي وتخرج من سياسة الصمت متاحة ومتاع حكومتها. نسمع لك سخير. الصمت راهو يلزم بناء علاقة مع الإعلاميين هذه مهم جدا مع المجتمع المدني غيره ومع الهيئة الدستورية واللي هو العادي معناه اللي هو العادي في بلدان العالم اجمع عادي جدا ان شاء الله معناه فما تفاهم كبير فما تقبلت مني
رئيس الحكومة كل المقترحات هذه، وإن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله ربما تتبنى علاقة جديدة اللي هي ربما تكون نوع من جواز سفر جديد لتعدي الفترة الصعبة هذه. خاطر الصحفيين زاد في وقت ما فماش معلومات وما فماش كذا اتسيتيرا تنجم معناها تولي أخطاء وتولي ديزانتربيتاسيون غالطين وتولي كذا. افكتيفمون الموقف الحكومي يجب أن يظهر، يجب أن نتحدث عنه مع الصحفيين. الموقف الحكومي رغم الكاميرات المراقبة هنا في اي اف ام رصدت مع ماضي ساعة وسبعة بالضبط مراد يجري وراء النور اللجمي بعد ما هزوا باش ينتقد أداء التلفزة الوطنية ودوسي بتاعه مراد يحب يترشح المدير عام للتلفزة. إن شاء الله يكون قد ربي مراد مناولك حظ سعيد. فهل تحديدا الساعة 1:37 اي ويلحلح بيه من الهودو سي ياسين نوري هودو سي يلا شنو علاش ليه شنو علاش ليه علاش ليه مراد صغيدي على راس التلفزيون الوطني وش خص والله فكر والله والله يا سيدي كان فما انفتاح حقيقي وكان فما إرادة حقيقية بتاع سلام انفتاح نحو فرنسا انفتاح انفتاح نحو الكفاءات في البلاد انفتاح الكفاءات في البلاد زيد شنو رايك والله فكر مراد هو راهو التذكير كان صار اتصال قبل في 2011-2012 كلمة مهمة زعما راني مش جديد راني في لا أما فما كلمة قالت من طرف سينوري بمقات الإكستري طويل شوية قال عموما نحن الحكومة مستعدة تتكلم مع الإعلام التونسي على شرط أنه يرتفع شوية المستوى هذايا نقلا على السيدة نجلة بودن سينوري يقول أنه كي قبلتها قلت لها راهو الإعلام يلزمكم تنفتحوا كحكومة على الإعلام قالت هي بشرط أنه الإعلام يرتقي لمستوى باش نمشي ونحكي معه عن نوع معناه من الانتقاد اللاذع وبعض الأساليب في انتقاد السياسة الرئاسية والسياسة الحكومية وكان الحكومة معناه تحب إعلام لين وسياسي معناه أنا بصراحة تم استفزتني لك وقلت له سينوري وقت على المباشر قلت له سينوري برا شوف صاير مع جو بايدن في أمريكا برا شوف صاير مع ميلوني في إيطاليا اللي طلعت معناه أمام حملة شرسة جدا جدا وطلعت خدمة على روحها كونة حكومتها وباش تبدأ تخدم وكل يعني زيدة راو أما أنت مستعد لأجواء ديمقراطية ولا ما أنا مستعد؟ ديمقراطية مورد إذا كان أكثر من 90% من وسائل الإعلام ضد توجهات 25 وضد توجهات إرادة الشعب أنا ديمقراطية كيفاش 90% قديش هاك أنت موجود ليلة النهار أنا وليلة النهار نتكلم تعلف أربع دقائق معك أنت مش صحيح أنا وين شكون صباحا تعبر على رأيك وفي منابر أخرى زي كيف وجهة نظر 25 جويلية لا يا بوري وين 90% وين 90% من المؤسسات الإعلامية ضد توجهات 25 جويلية كيفاش وصلت الرقم كيفاش قصتها نبداو نسمو بالإذاعة وثبتوا روحك تا محمد غلاب قال لنا عكس ذلك تماما تقول اللي حبه ما هو الواقع يا الواقع اعطيني بالواقع الواقع كانت التاسعة فيها تقريبا رياض بركي دفع شوية شوية رياض ماخو من جملة ستة ست معاد ستة معاد ستة ولا ثلاثة اي 90% هذه منين جبناها وهل هذا يبرر وهل هذا يبرر انه الحكومة لا تتوجه بخطاب اتصالي من خلال وسائل الإعلام باش تخاطب الناس يعني مثلا بدعة انت انت حتى انت ضدي من له هل عادي انه سيده رئيس مش صحيح سيده رئيس حكومه لم تقدم ولو حوار صحفي واحد الى الان هل هذا عادي نجيب هي فما تقصير حكومه ما في الاتصال الحكومي صحيح فما تقصير لكن زاد وسائل الاعلام اليوم في تونس يلزم زادة راهو الاعلام هو مرآة المجتمع للأسف الشعب انتصر 25 جويليه من المفروض يخاف أي انتصر انصار قيس سعيد اي فراغ اي فراغ تترك الحكومه في الاتصال يملاه كمال المغربي وتو نشوفوا كيف يملاه كمال المغربي ببراده بعد الاشهار 58 دقيقه ما زلتوا تسمعوا في ميسيون امبوسيبل والنقاش احتد في الاوف ما بين نجيب ومراد بخصوص التوجهات الحكوميه في علاقه مساله الاتصال اي معناها ان يكون ضد يلزمني ان نقاطعوا جزء من الوسائل 90% منين جيبينها الحكايه الوطنيه وما ادراك ما الوطنيه اليوم شو تقول نجيب الوطنيه ومنابرها الكل مفتوحه لوجهه نظر انصار رئيس وهذا العادي احنا نبحثوا على التوازن مش فقط صحيح ابو ريان هذا هو مش العادي صحيح حتى في الوطنيه انا راهو عندي مؤاخذات اخرى في الوطنيه جيب تجيب ناس باش ما تجيب ناس بالعاني ها وجماعة الرئيس ما يعرفوش يتكلموا ها وجماعة الرئيس زاد حتى هذه مؤامرة نجيبوا حتى كي نجيبوا جماعة الرئيس نجيبوه ما يعرفش يتكلم يسر عايشين في اجواء المؤامرات حقيقي علاش يا بورين خلينا نسمع علاش نعقدوا فيها وهي في بسيطة كل ما في الامر انه القائمين فهمتي على الحكم البلاد فهمتي اليوم سواء العرف الكبير او الصناع فهمتي نتاعو المثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه
هم ما عندهمش ما يعطيه فهمتي للبلاد، وهذاك علاش هم يهربوا من المسائلة متاع الإعلام لا أكثر بالنسبة لي ولا أقل، لأنه المليان اللي عنده فهمتي بيقول في روحه اللي ينجم يواجه، والله لو كل العالم كله فهمتي ضده. زياد ألا يكون ذلك باهي، هذا واضح في وجهة نظر متاعكم أنتم، ألا يكون ذلك استغلال ذكي؟ وجهة نظر متاعي أنا؟ لا متاعي أنا. ألا يكون ذلك أي استغلال ذكي من طرف الرئيس سعيد ومن طرف يعني الحكومة لصورة الإعلام؟ خاطر صورة الإعلام عند التوانسة مهزوزة، أنت كي تشوف راهو الثقة وحجم الثقة والدراسات بخصوص حجم الثقة تجاه المؤسسات الإعلام في أسفل الترتيب، وكلمة إعلام العار راهي ضربت مليح كما استعملوها أنصار الترويكا كما توا أنصار الرئيس يستعملوا فيها، وتجد صدى لدى عموم الناس من ناحية العباد تتفرج صحيح، لكن مستوى الثقة في الإعلام التونسي منهار. يقول لك القائل الرئيس يقول لك أنا فاش قام نحكي تجاه إعلام الثقة التوانسة فيه منهارة، وبالعكس قد ما انقاطع قد ما شعبيتي ترتفع، وهذا أمر ذكي. شنو تعليقك؟ أولا الساعة نحن عندنا فهمتني كفاءات إعلامية من أفضل ما هو موجود على الساحة الوطنية فهمتني وحتى في المحيط الإقليمي متاعنا، ورئيس الدولة إذا كان ينوي هاو عمل حوارات قبل الوحدة قبل ما يقع انتخابه، وعمل بعد الحوار بعد شهر في الوحدة، هاي كانت حوارات مفيدة فهمتني وهامة، وكان في كنف الاحترام وقدمة فهمتني إضافة. شنو هي المشكلة فهمتني في هذا؟ لكن هم ها نقول لك شنو المشكله تاعهم، وين كيما قلت لك هم ما عندهمش ما يعطيو. نحن تو نحكوا على رئيس الدوله وعلى برنامج رئيس الدوله وفلسفه رئيس الدوله، ثمش خط واحد مكتوب، فقره واحده فهمتي مكتوبه تبين لنا شنو التوجه وشنو الافكار نتاع رئيس الدوله، خط واحد نلتجئ كان نلزمهم قراب ليه وهم مفسرين نتاعو. شو دستور رئيس الدوله؟ قال لك هاكا فدي كتبوه، وشو دستورك هاكا كتبوه فهمتي على الحيطان، شنو هو البرنامج بتاعك؟ الشعب يريد ويعرف فهمتي فدي ماذا فهمتي يريد. اللي اقدم عليه قيس سعيد في تقديري انا هو اكبر عمليه تحيل تاقع في تاريخ الدوله التونسيه. انسان باع الوهم للعباد داكوردو، واستغل حاله الغضب وهو طبيعي ومشروع امام الاحباطات السابقه باش هو يفرض نفسه. رايك هذا سي زياد؟ لا يلزم لا مراد، لا يلزمني انا، لا غفران، لا خليل، لا حسام، لا جماعة، لا إليسة، لا حتى حد. قيس سعيد انتصر لإرادة شعبه، ما نتبادلوش لا منش تبادل، لأنه ما زادة مشكلة إذا كان يولي واحد ينتصر إرادة شعبه يولي متحايل، وما مشكلة كبيرة وجهة نظر وزيادة. إذا كان التحايل هو الانتصار لإرادة الشعب يقصد التحايل السياسي، تهمة شرف، والأحزاب السياسية الكل عمل التحايل السياسي. لا مشكلة الأحزاب الكل من ناحية الوعود، قيس سعيد مشكلة الأحزاب الكل، ومشكلة الناس هذيك الكل. نقدموا العام كمان عنده ميزة النظافة بتاعه، النظافة بتاعه ما يتشراش ويبيع فيها، واضح إنسان نظيف ونزيه، واضح وصادق، واضح الإخلاص في القول، الصدق في القول وخلاص في العمل، لكنه غير شجاع باش يتكلم مع وسائل الإعلام. هذه قضية أخرى، خليني نعطي رأي في ثاني. أنا ما عنديش مشكل مع كلمة إعلام العار، أنا نعتبر الإعلام هو يعار الحقيقة، دونك إعلام العار، دونك هذه من جهة ثانية راهو يعني إحقاقا للحق، يعني من 2011 التوا يعني كانت صارت حوارات خاصة يعني مع الحكومة والكل، ما رينيش فيها يعني مستوى متدني، شفنا يعني حوارات راقية والكل، ولو كان بالحق يعني رئيس الجمهورية والحكومة ما تحبش تتعاطى مع الإعلام تذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مثل شي عملون هذا اللي موجود ديجا، أي يمشيوا له تواصل المواقع التواصل الاجتماعي ويحكيوا معنا، وهذا الموجود على الأقل رئيس الجمهورية أساس تواصله الآن عن طريق صفحة رئيس الجمهورية على الفيسبوك، أي مثل شي عملون دي فيديو نحبوا نحن نشوفوا رئيس الجمهورية يتكلم. ولكن فما حاجة نتصور تعرفوها الناس كل، إنه رئيس الحكومة عنده مشكل اتصالي، انا ما تعرف تتكلم بالكدا بالعربيه، ولكن هذا ما هوش مشكل انها باش اليوم تتواصل مع الناس، دونك هذا هو حبيت يلا الاخبار المواليه. صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نهار لحد دوله فيديو قام بنشره المشعوذ كمال المغربي على صفحته الخاصه، ظهر فيه تجمع عشرات من التوانسه في داره قاعدين يقوموا بطقوس غريبه، يظهر يعني شاد كاسكيس مليان بالفحم اللي يشعل ويحط فيه الياجور، وبعد يعاود يهزوا بالفوق ويحركوا ويخرج منه البخور، والبلاصة الكل تتعبى بالبخور، والفيديو هذايا أثار جدل كبير بين التوانسة، ويعتبروه هذايا سبب من أسباب أنه المطر ما صابتش، وأنه الآلهة غاضبة عليه. هي الأخير لهك الأخير في التعليق الأكثر من ذلك اللي جلب زاد انتباه سورتو الصحفيين، أنه
تم يعني منحه شنو بالضبط هذيك الجائزه؟ منحه شهاده شهاده في التثمين المجهودات نتاعو في قطاع الاعلام. في قطاع الاعلام من طرف منظمه اسمها صحفيون بلا قيود. بلا قيود، اي صحفيين بلا قيود. شنو زياده هذه تعرفوها؟ صحفيين بلا قيود، موجود صحفي بلا حدود. لا محاله، صعيب كان تحكي مع كمال المغرب يا ماشي الحكايه. هو ثم شاب تونسي اسمه عماد الطنفوري حاول يعمل في مشاريع اعلاميه، سعى باش ينتسب للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، لكن ما عندوش المؤهل العلمي والكفاءه المهنيه اللي تقولوا او تعطيه الحق نتاع الانتماء هذايا. كون هالمنظمه هذه. هو البارح شفته هبط في تدوينه انه اصيب بداء السرطان، نتمنى له من ربي الشفاء. وهذا كل المعلومات اللي عندي. ولكن هذه شنو علاقه كمال المغربي انه يكرموا ونقابه الصحفيين ما تنجمش تتبرع يعني من لا ما عندهاش علاقه بالصحفيين. نقابه الصحفيين رفضته ورفضت تعطي الصحفيين. قاعد يخدم باسم الصحفيين؟ لا مش معطاه في برشا منظمات تعطي في الجوائز. تو تحك راسك تعمل جائزه تسمي تعمل اتحاد ما نعرفش شنو هاو، اتحاد الاعلاميين هاو، هيئه الاعلاميين العرب هاو، واحد نصب روحه استاذ ودكتور في الاعلام. عندنا برشا الحكايه. اي ولكن كي يقول هذا الدجال كي يمشي كمال المغربي تو كيما هكا، هو زياره الجنوب ظهر لي هذه في توزر. هذه اللقطات اللي عملها كمال المغربي وقال لجماعه الجنوب باش نولي نجيب في الجمعه في بالك برهان طب الاختصاص تلقيه جراح كبير باش يحول من ولايه لولايه يلزم عماد الاطباء تعطيه ترخيص. طبعا عماد المغربي اسمه كمال المغربي، كمال المغربي جاوز. والعوده القويه لسي كمال معناها اليوم في السباق شنو هي الحكايه معناها؟ راهو الجهل اللي ينويه جد تو ثبتوا تو هذا شعبك شنو عملوا له تو في الموضوع هذا؟ اغزر اللمه، شفت اللمه وشفت كيف ينظروا له بكل تسكيتي لمهم بكل تقديس. شوف كيف واحد يكفر شعبي ضحيه مسيك نجاح بيروج على العمل على الغرق يشد في قشه ضحيه مسؤول الغرب يغزر هاي العباد يغزر العباد الشعب ذاك يعلم ربي بحاله يعلم ربي بحاله. إذن وكان المواطنين اللي تسمع فينا تتذكروا فيلم أحمد زكي البيضة والحجر هذيك كيفاش فهمني ولا مشعوذين يعيشوا راهو الجهل شنو المقفول اللي قاعد يدور بيه في الصور هذيك كسكيس كسكيس ما هو هذيك هو الماء والكسكيس والفحم برهان الجهل مع الفقر يولد إجرام يقتل الجهل مع الفقر يولد إجرام يولد حوايج ما انت شنو عقبتها الله اعلم. الجهل مع الحريه يولد فوضى وهذاك عليه لازمنا ناجلوا الانتخابات التشريعيه. لا على ذاك يلزم الدوله تتدخل في الجهل في الجهلوت هذه تعمل الجهل مع الحريه هناك فوضى. ثم فصل قانوني يمنع كمال المغربي يمنع المشعوذين. وعلاش انت اليوم عندك الاعلانات نتاعهم موجوده بارتو يعطيو فيهم في التراخيص وياخذوا في الشهيد ويعلقوا في الشهيد نتاعهم. ويا اخي كمال المغربي مو عاملوا عليه حمله وكيفاه عنده باتيندا ويخدم ويخلص في ضرائب وفي وزاره الماليه وكذا مراد مع منحهم ولا هذايا؟ هذه قوانين في كل دول العالم سارية تسمح للناس هذه بأنها تمارس الشعوذة نتاعها. هو وقت واحد يكون متعلق بالحريات تطرح له إشكال مثل هذه، لأنه دولة بسوليو كل واحد حر. هل أنه يمثل هو خطر على الأمن؟ أنا أقول الجواب الجواب نعم، نتمنى أنه يتم منعه. وإن شاء الله زيدا نتمنى أنه بعض وسائل الإعلام اللي مثلا عندها برامج متخصصة في الحاجات. سمحني مراد هو عجعاجي كأنه ما يحط حاجة شعر كأنه شعر شبوخ ولا حاجة بخور هذي بخور معناها بون الشعوذة موجودة البارانورمال موجود في مش في تونس بركة. إن شاء الله بعض وسائل الإعلام ما تحطش في بالها أنه تستضيفه في بعض البرامج. نحلوا الظاهرة في بعض البرامج عندها نجيبوا الأساتذة المرموقين باش يحلوا اللي تهتم بالظواهر. ما وانتم احقروهم قد ما تحقروا المظاهر هذه قد لا والله قد ما تحقروا يعني تحكيوا عليها بتعالي وتحكيوا عليها بكذا والناس هذوما لا مش صحيح يا بني كان ما نحكيش عليه ما يعرفوا حتى حاجه. لا نحن حكينا عليه لانه ولد بالالاف العباد تكبر حزب سياسي ما نجيبش يلم العظمه هذيك. صدقني كيما قال نجيب اكبر حزب سياسي عشيه انتخابات تشريعيه وحمله انتخابيه والله لا يلم اللي يلمه كمال المغربي تو هاو المنظر تشوف واغزر العباد واغزر درجه القناعه ودرجه معناها الاعجاب بيه والايمان باللي قاعد يعمل فيه. هو عمل خطاب يعني قبل الفيديو هذايا قال الناس يعني بطلب جماهيري الناس هما اللي طالبين
بين الناس ويبشر في اهالي الجنوب يبشر بزياره معناها قال يا بورهيل ما عندوش فلوس نعدي له بلاش قالك ما عندوش فلوس ما رحبا بيه نعدي له بلاش تحيه لسي كمال ان شاء الله يكون ضيفنا في الحوار الصباحي الجمعه يلا فدلكم بالطبيعه يلا الاخبار قبل الميتيو مع شيماء بعد شويه نكمل